من شبكة مراسلين المختلفين موضوع آخر ضمن جولاتنا الميدانية، ونروح وياكم لوزارة الصحة تحديدا اللي بدورها تفتتح اليوم المؤتمر السادس للمختبرات الطبية تحت عنوان المستجدات في علم الأحياء الدقيقة وضبط الجودة بحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي. الزميلة لما أبو علاوي مراسلة قناة الأخبار موجودة هناك. صباح الخير لما، كلميني أكثر عن هذا المؤتمر، أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها أو تم مناقشتها. نعم صباح الخير. بالفعل زملائي، المختبرات الطبية تعتبر هي العصب الرئيسي والعمود الفقري للنظام الصحي. يوجد هناك العديد من المختبرات الفرعية والأساسية كمختبرات الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية والأنسجة والأمراض وعلم أيضا أمراض الدم. زملائي اليوم في هذا المؤتمر سيركز بشكل أساسي على مختبرات الأحياء الدقيقة التي تعتبر هي خط الدفاع الأول لتشخيص الأمراض المعدية كالفيروسية وأيضا البكتيرية. اليوم وزارة الصحة زملائي تدرك تمام الإدراك التحدي الجسيم لمدى الانتشار الواسع والمتسارع والمتنامي للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، فقد سنت العديد من الإجراءات الصارمة والحازمة للحد ومكافحة وتنظيم عمل المضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية. للحديث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع يسعدنا الآن أن نستضيف معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي. يسعد صباحك معالي الوزير. دكتور، حدثنا أكثر. اليوم وزارة الصحة في عام 2021 قامت بسن العديد من الإجراءات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتنظيم عمل طبعا استخدام المضادات الحيوية بتعيين ضابط اتصال لجمع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة في هذا الموضوع، حدثنا أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، صبح عليك أختي وصبح على مشاهدين تلفزيون الكويت، شاكر لكم الدعوة الكريمة. لا شك وزارة الصحة تعمل ضمن منظومة وخطة واستراتيجية، إن صح التعبير هناك المثلث، إحنا نطلق عليه المثلث الذهبي. أول شيء استثمارنا في المنشآت الصحية من مستشفيات حديثة وجديدة ومستوصفات جديدة. الضلع الثاني للمثلث هو الاستثمار في العنصر البشري، إحنا قاعد نستقطب أفضل الأطباء، الكوادر الوطنية قاعد يرسلون إلى الخارج، وبالتالي نستثمر في الهيومن ريسورسز أو الأطباء والفنيين والممرضين. يبقى الضلع الثالث إن صح التعبير حق هذه المنظومة وهي الأجهزة. احنا لما بعيد الشر عنكم المريض الى المستشفى يلتقي فيه الطبيب، يقوم بفحصه وثم طلب الفحوصات سواء أشعة او نيجي اليوم حق أشعة الفحوصات المختبرية. المختبرات جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، يعملون في الخطوط الخلفية داخل المختبرات. داخل هذه المختبرات ينتظر الطبيب الفحوصات سواء من دم او نتائج دم وغيرها. الجودة الآن أو التحدي العالمي، وإحنا كنا قبل تقريبا أسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، يجمع العالم على التحدي الكبير، ويعني اللي صاحة قاعد يوجه إلى يؤدي إلى وفيات كثيرة على مستوى العالم هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. كما هو معلوم أن المريض لما يروح شخص الطبيب يعطيه المضاد الحيوي في أغلب الأحيان اللي يحتاجها. المشكلة وين تقع؟ استخدام هذه المضادات على مستوى العالم بدون تنظيم وترتيب خلى البكتيريا تقاوم المضادات، وبالتالي الدكتور يصف المضاد الحيوي وما يكون له أثر. تنبه العلماء، منظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة عندنا إلى الخطر أن المريض هذا لما يكون في العناية المركزة مثلا أو في الجناح يحتاج مضاد حيوي ألف أو باء أو جيم، للأسف يعطى هذا المضاد الحيوي من أفضل الأنواع وأجود الأنواع إلا أن هذا المضاد الحيوي لا يعمل على هاي البكتيريا. السبب استخدامه المتكرر، استخدامه بطرق غير صحية، وبالتالي أجمع العالم على تنظيم
هذا العمل بآليات معينة. اليوم المختبرات المؤتمر كله اليوم هذا قاعد يتكلم عن الميكروبيولوجي، طريقة استخدامه، أي مضادات وكيفية استخدامها والتقنين من استخدامها. اليوم وزارة الصحة تدعم بمنظومتها الصحية، وكما قلت لك أختي لما استراتيجيتها أن نحاول نسيطر على استخدام هذه المضادات. شلون نسويها؟ بالتعاون مع المختبرات، مع الأجهزة الحديثة، والحين نفخر صراحة بالكويت عندنا أحدث الأجهزة، النظام العالمي احنا مشاركين فيه، نرصد هذه العينات، نبعثها بالمنظومة العالمية، نتعاون معهم الكوادر الوطنية، اللجان الموجودة في وزارة الصحة تحاول تنظيم بل نظمت هذا الاستخدام كله في يصب في مصلحة الإنسان كبداية. وبالتالي نرتب هناك، نعم المضاد الحيوي مهم أساسي في علاج البكتيريا، إلا أن طريقة استخدامه ومتى استخدامه هناك درجات. المضاد الحيوي اللي يعطى في الرعاية الصحية الأولية اللي نسميها المستوصفات الكل احنا متعودين عليها، لكن المضاد الحيوي اللي يعطى في العناية المركزة لا، هذا أقوى مضاد حيوي، وبالتالي يجب أن يكون التنظيم بين الرعاية الصحية الأولية وبين العناية المركزة، هناك فارق كبير لاستخدامها. أحاول أقرب لإخواني وأخواتي المشاهدين أهمية الاستخدام، وعند لما يستخدمون وآلية استخدامه، بل يأتي أهميته حق الأطباء لاستخدامه. اليوم هذا المؤتمر، المختبرات، آلية استخدامها، الأجهزة الحديثة، أنا سعدت اليوم حتى دخول الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة، وإحنا ساعين إن شاء الله ندخلها في وزارة الصحة، كلها تقرب وتقلص المسافة لمصلحة المريض. عذروني على يعني الشرح الوافي لكم أتملى، بس أودي أوصل حق المشاهد، حق إخواننا المواطنين والمواطنات، رسالة وزارة الصحة لجلب ما هو حديث، استخدام المباني والمنشآت، استخدام الأطباء والفنيين والممرضات، واستخدام أحدث الأجهزة سواء في أقسام الأشعة وقسم المختبرات. لك معالي الوزير على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه الجهود الجبارة التي تقومون بها من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية في البلاد. شكرا لك معالي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وشاكر لكم تواجدكم اليوم، تلفزيون الكويت تواجد معنا في دعم رسالة وزارة الصحة. شكرا. مع الوزير. بالفعل زملائي نستطيع أن نقول في النهاية بأن تسعى بالفعل المنظومة الصحية إلى صياغة استجابة حازمة وحاسمة في مختلف المنشآت الصحية لمقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية من خلال تفعيل العديد من الاستراتيجيات والسياسات المبتكرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في سبيل توفير بيئة صحية آمنة خالية من المخاطر. وبالفعل اليوم وزارة الصحة يعني دائما هي في الصفوف الأولى عالميا في جلب أحدث التقنيات والأجهزة في مختبر في مختلف المختبرات الطبية في المنشآت الصحية. هذا كل ما لدي زملائي، وننتقل إليكم. كل الشكر بداية لمعالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وأكيد الشكر موصول للزميلة لما أبو علاوي لتغطية هذا الخبر.